والله احنا مرضى للتامين دائما ستيبل، وما يهمنا اوضاع الاسواق لان احنا مو اكسبوز بشكل مباشر الى الاسواق الماليه. دائما سياستنا متحفظه ونستثمر في الاموال السائله، في الاصول السائله وشبه السائله، فدائما ما احنا معرضين الى مخاطر الاسواق. لكن بالفعل انخفاض في نسب النمو في اقتصاديات الدول خاصه المجاوره في الكويت دائما تنعكس على ارباحنا، لان احنا طبيعه الحال جزء من هذه المنظومه الاقتصاديه كقطاع التامين. لكن قاعد نحاول ننشط، نزيد من حجم الاقساط التامينيه في دوله الكويت وفي الاسواق المجاوره. دوله الكويت احنا نعتقد فيها نمو جيد في المستقبل في قطاع التأمين، يعني في جروث الآن يعادل بين 5 إلى 10% سنويا، نتوقع أنه يزيد من خلال زيادة الوعي التأميني ومن خلال الحاجة. ها يمكن اليوم احنا سمعنا كلنا عن تخفيض الحكومة لمصاريف العلاج بالخارج، هذه سيحل محلها القطاع التأمين بتغطية الأفراد ممن يرغبون أن يكونون مغطين مغطى عندهم تغطية تأمينية ضد أي مخاطر في السيو في المستقبل من الأمراض المعقدة أو الأمراض غير المزمنة اللي هي أمراض لا قدر الله السرطان وغيره. فدائما احنا عندنا نوع من التغطية اللي توفر للمؤمن عليه سبل تأمين في الخارج إن كان حياة وإن كان صحي. فمتواجدين لله الحمد في السوق الكويتي، ماخذين حصتنا ونطمح إلى الزيادة. وإحنا أيضا نشيد بدور الحكومة في تطوير قطاع التأمين في دولة الكويت. يعني شفنا إحنا مناقصة تأمين المتقاعدين طرحت ورسيت على إحدى الشركات، ونتوقع أن بالفعل راح يكون في وزارات هيئات مؤسسات حكومية أخرى تنهز نفس النهج.